ومتابعينا اكيد بصباحنا، ورح ننتقل لفقرتنا الطبيه اللي بتهم كل الناس، ورح نحكي يعني منذ بدايه جائحه الكورونا تطورت وانتجت لقاحات مختلفه لمواجهه كورونا، وكانت الاولويه دائما لتلقي التطعيم للفئات الاكثر عرضه للاصابه بكورونا، خاصه عندما كانت جرعات اللقاح محدوده، ولكن اليوم صارت متاحه لشرائح عديده بالمجتمع، وحتى الانواع صارت متاحه لكل الناس، وفي قوانين جديده طلعت بعدم الدخول الى الاماكن العامه، ان كان عمل، ان كان اماكن دار الاوبرا ومراكز ثقافيه، الا باخذ هذا اللقاح. واليوم رح نحكي اكثر، هل حان الوقت لهذا اللقاح يتحول إلى الأطفال؟ هل هذا اللقاح في له جرعات محددة للأطفال؟ مننصح بأخذ الأطفال للكورونا ولا لا؟ رح نحكي أكثر بهذه التفاصيل مع الدكتورة رشا دغستاني، اختصاص طب أطفال. صباح الخير. صباح النور. كيفك دكتورة؟ يا هلا، يسعد صباحك. يعني موضوع مهم اليوم كلياتنا عم نحكي عنه ونسمع عنه، بلشت الدول الأوروبية وبأمريكا عم يعطوا لقاح للأطفال من 5 سنوات. اليوم قديش مهم نمنح الأطفال لقاح كورونا، لأنه عم نشوف المتحور دائما في شيء جديد، في أعراض جديدة، فأنتي أمام فيروس متجدد بشكل دائم. وكمان يعني هلأ مثلا أنه مرق هالفترة الكبيرة من وقت اللي ظهر هو الفيروس وصارت في هاي الأبحاث، تلقح عدد كبير من البالغين والفئات مثل ما ذكرتي العمرية اللي بحاجة، الكبار السن اللي عندهم أمراض مزمنة، فهن الفئة الأولى أنه اللي حطيناها بالصف الأول لأنه تتلقح. فبعد ما تلقح الكم الكبير، أنا برأيي نحن مجتمع كامل، في مسنين، في شباب، في أطفال، فأنه هذا الطفل هو بينصاب بالكورونا مثله مثل الكبار. يعني غير ما طلع نظريات غلط أنه والله في كتير عالم بتقلي أنه إيه هو ما بيصيب الأطفال، مين قال أنه هو ما بيصيب الأطفال؟ بيصيب كل الفئات العمرية، بيصيب الأطفال، بس يمكن ممكن بالبداية، ولكن يمكن بعد ما تطور كورونا صار يصيب، صح ولا لا؟ لا، من البداية كان في إصابات وكان في تعدادات، لكن بالبداية لما صار الإحصائيات لقوا أنه كان نسبة إصابة الأطفال أقل، نسبة اللي هي الاختلاطات الخطيرة أو اللي أدت أنه يدخل المشفى منفسة كانوا أنه كنسبة أقل، بس ما نفى أنه هو ما يصيب الأطفال. صحيح. فنحن باعتبار أنه في إصابات بالأطفال، في إصابات ممكن تكون خطيرة كمان بالأطفال، في أطفال عندهم أمراض مزمنة، عندهم أمراض خلقية، قلبية، أمراض داء الاستقلاب، هدول أمراض تانية، فأنه هن كمان أنه عرضة أكثر أنه إذا انصابوا بالفيروس أنه يعملوا أعراض أو اختلاطات خطيرة. هذا الأطفال كمان أنه كثير عرفنا هي المعلومة أنه هو وسيط ناقل، يعني لو ما هو ظهرت تماماً كبير. تمام، بالذات للي إذا كان عم يرجع بالبيت وفي بالبيت مسنين أنه هو ممكن يكون وسيط ناقل، حاضن للفيروس، بيظهر عليه بأعراض خفيفة، بس هو ممكن يعدي الكبار السن بالبيت ويعمل لنا مشكلة. فنحن كرمال هذا الشيء صرنا نحكي بلقاح الأطفال أنه ياخذوا لقاح الكورونا. هلا هو الحمد لله انا بالدراسات اللي عم تنقرا وتنحط عليه انه هو فعال، خصوصي بالاعمار هلا اللي عطى بكميه كبيره اللي هو الاعمار من 12 سنه فما فوق. صحيح. لكن اللي هلا جديد اللي هلا طلع بنوفمبر ما صار له، اللي هو الاعمار الصغيره تماما من 5 سنين. فحتى هذا اللي عم ياخذوا اللقاح عم تتم مراقبه الاطفال بعد الجرعه الثانيه تحديدا، ما عم يكون في هالمشاكل الكبيره، في اختلاطات طبعا، يعني ما في اي لقاح ما ممكن يعمل اختلاط، بس حسب الطفل، ممكن طفل ما يظهر عليه اي ارتكاز، ممكن طفل تظهر الحراره، الالام المفصليه، الالام العضليه اللي ممكن تظهر خلال 24 ساعه ل 3 ايام. تماما، يعني مثلهم مثل البالغين. تمام. الكبار بنشوف شيء اثر شيء ما اثر، حدا يقول لك كانه ما اخذت لقاح. مزبوط. ولكن اليوم اكيد يعني الاطفال هن اكثر اختلاطا باعداد هائله من بعضهم البعض بالمدارس. تمام. فاللقاح يفترض انه اول شيء مثلا شو خلينا هيك بس شوي نحكي تعليمات، مثلا
مثلا لعند الكبار بيقولوا لك خذي لك كم حبه مميع اسبوع زمان كذا، ولكن عند الاطفال هل ممنوع يروحوا على المدرسه لاوقات محدده، او هل في استثناءات لازم يريحوا ما لازم يريحوا؟ خلينا نحكي يعني الدراسات تمام. الاخيره نحن ما بدنا نحكي كلام هو قطعي وصحيح 100% لانه طبعا لأنه كله دائما قيد الدراسه هو جديد يعني صحيح. يعني مثلا اذا بدك تحكي عن الشيء المتاخر مو الاختلاطات الجديده اللي ظهرت مثلا بعد ما اخذوا اللقاح بيومين ثلاثه لاسبوع اسبوعين، بس في شيء متاخر ممكن يظهر بعد فتره طويله، لحد الان هاي الدراسات ما قدرت تتاكده لانه هو اصلا عمر الدراسه وعمر اصدار اللقاح كثير قريب. لكن اذا بدك ممكن نقسم الفئات العمريه لثلاث اقسام من 5 سنين لل 11 سنه، هذا لهم لقاح خاص بالاطفال اللي من 12 سنه لل 16 سنه عم ياخذوا نفس لقاح الكبار، لان احنا اذا بدنا نحدد تحديدا هو لقاح فايزر هو اللي هذا اللي بنعمل عنه تمام، لانه هو في انواع كثير، في انواع لقاح انه نفس اللقاح اللي بينعطى للكبار هو الصغار ولا هي تختلف؟ لا تختلف الجرعه، الجرعه والكميه، والكميه والمناعه والطفل والعمر كمان يختلف. هلا اول شيء مثل ما قلت لك من 12 ل 16 سنه عم يكونوا نفس جرعه البالغين، نفس العبوه نفس التركيبه، بس تبع الاطفال هذا اللي من 5 لل 11 سنه عم تكون جرعته اقل، هذا 10 ميكروغرام هذاك 30 ميكروغرام، يعني ثلث الجرعه تقريبا عند الاطفال، الجرعه موحده لكل الاطفال بهي الفئه العمريه، يعني مو على الوزن او الطول او انه مثلا اذا عمره 5 سنين غير 7 سنين، لا لا هي الجرعه موحده مناسبه للعمر حسب ما انعملت الدراسه انه بتناسب جهازه المناعي بتناسب تقبل الطفل. عندك كمان في مادة بس مضافة تبع الأطفال، نوع من المواد الدارئة أو الحافظة اللي تخليه يتحمل فترة أطول بدرجات حرارة برودة منخفضة، بس هي هذا الفرق. لكن كارتكاز جانبي ما بعد اللقاح ذاته ممكن نعطي المسكنات اللي هو الباراسيتامول بس إذا ارتفعت الحرارة وفي آلام مفصلية. في اختلاط نادر ذكر بموضوع التهاب العضلة القلبية أو التهاب الغلاف المحيط بالقلب سجل عند بعض الحالات النادرة، لأنه ما كتير بيحبوا يحكوا فيها مشان ما يخوفوا العالم إنه من اللقاح، لكن هو عند الفئة الأقل إيه في قليلة ظهر عندها بصراحة هي موضوع التهاب العضلة القلبية. أسجل عند ذكور كانت أعمارهم تقريبا من 13 ل 16 سنة كان في حالات إنه زادت الإصابة بالالتهاب العضلي القلبية. هلا هذا كاختلاط للقاح. بس لكن كان عندهم أمراض هي اللي أدت للالتهاب ولا لا؟ لا ما كان عندهم أمراض للأطفال. لا هن ما كان عندهم لا. ومثل ما قلت لك واللقاح فعال. هلا الدراسات اللي انعملت على الأطفال كان تقريبا نسبة نجاحه 91%، الأطفال الأكبر اللي من 12 سنة فما فوق كانت تقريبا 98 لـ 99% إنه هو ناجح وفعال بعد ما درسوا بعد الجرعة الثانية واندرست الأضداد والاستجابة. تمام. دائما نحن لما بنحكي عن كورونا كمان بدنا نحكي عن الانفلونزا العادي او الجريب العادي اللي يعني بننصاب فيه. خلينا نحكي عند الاطفال حصرا، يعني اغلبيه الاطفال عم ياخذوا لقاح الجريب وعم يجربوا بشكل خفيف ما بشكل كثير كبير. هل بيتعارض لقاح الجريب مع لقاح الكورونا؟ لا أبدا. هل صحيح انه لازم يعني بكل ايد، يعني اذا تاخذت باليمين ما لازم تتاخذ؟ تمام هذا اللي بنحكي. خلينا نحكي عن تعليمات لقاح الانفلونزا. ايه سؤال حلو. هلا لقاح الانفلونزا مختلف عن لقاح كورونا، هاي اول جواب انه نحن لانه في كثير ما بتذكر انه اذا اخذنا لقاح القريب خلص هو يغني عن لقاح الكورونا، لا هذا منفصل عن هذا بيعمل مناعه ضد الفيروسات المخصصه للانفلونزا، ممكن نلاقي فيه بقلب اللقاح اربع انماط لاشيع فيروسات ممكن تعمل لنا الجريب بالشتاء. لقاح الكورونا مختلف تماما، هو موجه للفيروس الكوفيد 19 والمتحور دلتا تبعه، فانه حتى الاليه شوي ممكن تكون مختلفه. نحن هون بنعرف الام ار ان اي المرسال كيف انه بيحرض مناعه بالجسم، بيحرض انه ينتج بروتين لحتى انه يحرض مناعه للجسم ضد هذا الفيروس.
فآليتهم عملهم مختلفة. سؤال تبع أنه فينا نتزامن بأخذ اللقاح أكثر من لقاح بنفس اليوم، أول ما ظهر كانوا في تخوف، كان يقولوا نفصل اللقاح أسبوعين، يعني إذا اللي أخذ لقاح كورونا ما ياخذ لقاح ثاني لبعد اسبوعين، او العكس انه اللي اخذ لقاح ثاني يستنى اسبوعين لياخذ لقاح كورونا. هلا لا، الدراسات الجديده عم تقول انه فينا نتزامن اكثر من لقاح، بس نبعد اماكن الحقن مثل ما سالتي، يعني اذا اخذ باليمين يتاخذ بالمكان ثاني اللقاح الثاني، فانه ممكن يتزامنوا مع بعض بوقت واحد، واثنيناتهم لا يغنوا عن بعض، وخصوصا انه اعراضهم متشابهه. صحيح، يعني نحن عند الأطفال ما فينا أي طفل عم تجي أعراض الإنفلونزا العادية، الجريب، الرشح، السيلان، السعلة، إنه نحن نقدر نقيم إذا هو كورونا أو جريب إلا إذا عملنا المسحة أو البي سي آر. وهون كمان خلينا هيك نوجه هي الرسالة، إنه الشعور الدائم بالأمراض يمكن ما يخلي الأم تسترجي تعطي ابنها اللقاح. لازم نكون نحن أطفالنا طيبين 100%، طبعاً عندهم اي اعراض، ما في حراره، ما في اعراض، وينفحص ضروري الطفل قبل اللقاح، يتاخذ حرارته، ينفحص بشكل كامل انه هو ما في اي شيء، فممكن ينعطى اللقاح. هلا نحن لحد الان هو مو موجود بسوريا يعني، لكن اي تماما هلا عم ينعطى باوروبا وبامريكا. عندك دول الخليج، في الامارات بلشت تعطيه من عمر 12 سنه، من الاعمار الصغيره لسه. طيب اهميه اليوم منح اللقاح للاطفال ضمن استمرار جائحة كورونا، ونحن عم نحكي عن متحور متجدد، قديش مهمة؟ لأنه نحن كمان يعني قبل ما كان متوفر اللقاح، اليوم عم نشوف لا متوفر بكميات ومجانية للكل. أي مراكز ممكن تتوجه؟ لأنه كان في تخوف يعني عند الكبار، هلأ نوعا ما بتلاقي الناس أسلس، هلأ لما نقول للأطفال بتلاقي حتى الأهالي بيتخوفوا، لأنه الطفل بنعرف أنه بيحضن الفيروس. يعني أنا بقول ممكن طفلي سليم ما في حرارة ما في شيء وأعطيه اللقاح، ممكن يكون حاضن الفيروس القريب أو يكون عنده مشاكل، هون مناعة الطفل بتلعب دور بشكل كبير. وحتى في كثير مثلا هي الفكرة اللي ذكرتيها وبيزيدوا عليها، انه طب اذا هو ما بيصيب الاطفال الا بنسبة قليلة، انه هو مو خطير على الاطفال، هو تماما ليش لنعطي مثل ما ذكرتي، انه في كثير هيك امهات هلا هن تركوا الخيار مفتوح، لكن هو الافضل ينعطى للطفل. مثل ما ذكرت نحن مجتمع واحد، يعني لما حيصير في اختلاط بالمدارس، لما حيكون في بتجمعات مثلا ترفيهية، مولات، ألعاب، نحن مجتمع واحد، حيختلط الأطفال مع الكبار، أو حتى مثل ما ذكرت بالبداية اللي هو إن هو ناقل، يعني نحن ممكن إن هو ينقل العدوى للي ممكن ينصابوا بإصابات خطيرة كبار السن، أو إذا في بالبيت طفل أو أخوه مصاب مثلا، نقول عنده مرض الربو مثلا، أو أمراض مزمنة، الداء اللي في الكيسي، يعني مرض مزمن، فإصابة عدوى هذا الطفل الثاني ممكن تكون خطيرة. صحيح، فهي الفكرة، مفضل أكيد اللقاح للجميع. نعم، الإصابة بالكورونا عند الكبار دائما بحذروا من الكبار السن اللي عندهم أمراض قلب، سكري، وأيضا عند الأطفال في أمراض عديدة أيضا ومزمنة، ومنها مرض السكري. هون اللقاح، هل مثلا في دراسات لهي الأمراض أنه يكون هو مختلف، وخاصة أنه حكينا أنه جرعات أعمار غير أعمار، في هيك شيء ولا لا؟ لا ما في، بالعكس بتحبز، يعني الاطفال تماما اللي عندهم امراض مزمنه، انتكاسات تماما، بنخاف بالعكس انه اللي عنده سكري، اللي عنده مثل ما قلت ربو امراض قلبيه خلقيه، فتحات بالقلب، قصور بالقلب، بالعكس نحن هدول نحن بنشجع انه هن فئه خطيره، بنخاف من الاختلاطات الكبيره، بالعكس انه هي تاخذ يعني مثل البالغين، فهن الخط الاول انه لحتى انه ياخذوا، ومو بس ياخذوا، يعني مثلا احنا اللقاح القريب كنا نسال نفس السؤال. صحيح، انه الطفل اللي عنده ربون الا الام ضروري، الطفل اللي عنده تحسس، اللي مسكينه امه طول الشتويه على يعني ما بتوقف مثلا الرشح التحسسي او السعال التحسسي، الطفل اللي عنده تحسس او ربو هذا، انه نحن بالعكس بنحبز انه هو ياخذ اللقاح. ويمكن هي كلها مخاوف وتساؤلات كانت كلياتنا الكبار اول ما بلشت فيروس كورونا ينتشر، كان عندنا تساؤلات كثير، لانه الموضوع يمكن صار اسلس، وكان في دراسات يعني مستجده، يعني في دراسه اليوم تطلع بعد فتره بتلاقي دراسه اخرى تنفي الدراسه الاولى، هون بيصير في تشكيك،
بآلية لقاح كورونا ولا الأطفال وقديش في له آثار، بما أنه أساسا متجدد يعني اليوم ما في أعراض ممكن بقول لك هذا اللقاح جرعته غير كافية بدنا مع المتحور الجديد يكون في زيادة في زيادة وجرعة ثالثة وهالقصص يعني اللي عم نسمعها. هي نحن هذا اللي هو هون تخوفه يعني أنت لاحظي أنه مو شيء قليل يعني انه كل دول العالم يعني عاده كنا لما ينتشر مرات كان ينتشر ببلدان معينه بمنطقه معينه، اما هذا الفيروس انتشر بكل انحاء العالم ولا مرض الا من خلال اللقاح يعني كل الجائحات الامراض اللي كان يتسيطر عليها تمام يتسيطر عليها من خلال اللقاح تمام. الا هذا التحور ومثل صحيح. ما ذكرتي الدراسات اللي عم تختلف من وقت لوقت الشغلات المفاجئه اللي عم تطلع هلا شفتي صار في منه حبوب حبوب هو من الفايزر يمكن ولكن حبوب بتتاخذ عند التعرض يعني مثله مثل اي نوع من الجريب صار مثلا حبوب خاصه بامريكا يعني هيك شيء متوفره عندنا وحتى انا الدراسات عم تختلف عليها في بعضهم عم تقول انه هو ما كثير بيفيد هو بس بيمنع انه ما يصير انه ما يصير تماما وهذا الشيء يمكن انه يعالج نهائي. طيب دكتوره هون بدنا نسال سؤال، دائما بيقولوا انه المراه الحامل هي ما بتنقل للجنين الكورونا ولكن عم نشوف في حالات كثيرة عند ولادة الأطفال عندهم مشاكل تنفسية إذا كانت الأم معرضة لجريب لكورونا. خلينا نحكي بهذا الخصوص، في دراسات جديدة بتقول الكورونا بتنتقل صارت للأجنة ولا لا؟ هلا مثل ما قلتي هي دراسات، هلا انتقالها في ممكن في نسبة من الانتقال في نسبة من الإجهاضات عالية يعني لاحظنا بالممارسة إنه كثير من الأمهات اللي انصابوا بالكورونا انه عم تكون في نسبه من الاجهاض وفاه الاجنه داخل الرحم، في حالات الحمد لله مرت بسلام وكانت سليمه ولد الطفل ما له منصاب، في حالات لا ولد مصاب بس نحن عم نشوف كل دراسات يعني هي مجرد انه نحن بس عم نشوف الحالات دراسات وضمن تطور الفيروس يعني قبل ما كنا نشوفه لانه كان في بدايه، بس نحن مع كل جائحة هي في تطور للفيروس فدائما هون الدراسات بتكون مختلفة يعني هي الحالات عم نشوفها بالآونة الأخيرة لأنه نحن أمام متحور جديد مع أعراض مختلفة مع قوة مختلفة تختلف على مناعة الجسم اليوم. طبعا أكيد أكيد بس بالنسبة للحامل فهو الأمر شوي مختلف يعني نحن حتى منقسم الثلث الأول من الحمل غير الثلث الثاني غير الثلث الثالث، بس غالبيتهم بالثلثين الأول والثاني عم تكون مثل ما ذكرت يعني عم تصير حالات اجهاض بالثلث الاخير لا الحمد لله عم يكون الامور سليمه عم تنفذ تماما يعني كل هالتطورات اللي عم تصير باللقاح والدراسات والادويه اللي عم تنعطى ممنوع تاخذ المراه الحامل كورونا لقاح الكورونا صح؟ اي طبعا ايه ممنوع من عن بعد يعني يفضل لانه ما في دراسه ثابته يعني انت صعب تجربي وتعطي حامل وتنطري النتيجه بعد ما مثلا انه لا سمح الله يصير شيء للجنين، فشوي في تخوف فصاروا ينفوا موضوع الحوامل انه ياخذوا اللقاح. هون بتلعب مناعه الجسم دور، يعني دائما بنشوف المناعه هي او الجهاز المناعي للمراه الحامل تختلف لانه نحن بنعرف ارتكاسه مختلف يعني حتى شفتي يعني في ناس مثلا بينصابوا باعراض شديده، في ناس يا دوب بيحسوا بشيء اساسا بسيط. الجهاز المناعي بحاله الحمل بيكون بحاله ضعف هون يعني لانه الحق الولد بيكون تخوف اي هون بيكون تخوف لانه الطفل بيكون اخذ وما بتقدر تاخذ اي ادويه وما بتقدر صح. تعمل اي شيء فهي يعني نحن امام مشكله حقيقيه يعني تماما يعني لازم ننتبه كثير منيح وندير بالنا على حالنا، ولكن خلينا نرجع وهيك بس ننوه على موضوع انه اصابه الاطفال بالكورونا هي عم تكون خفيفه ولكن في اصابات ولكن في سؤال في حالات عم تكون مثل كبار عم تاثر شوي على الروايه على الرئتين عم يوصلوا الاطفال انه على المنفسه من وراء الكورونا في اطفال وصلوا بحالات باختلاطات خطيره انحطوا على المنفسه اضطروا لاستشفاء وتاكدت انها كورونا طبعا 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 انعمل زرع للفيروس انعمل مسحه وتاكد من هذا الموضوع هدم باعمار يعني اي اعمار هلا كل طفل بينحط على المنفسه لازم ينعمل له زرع تحدد بالضبط هذا الموضوع، ففي كثير اطفال لقلك في وفيات بالاطفال في حالات وصلت لنحطت على المنفسه وفي حالات صابه اللي هو التهاب اجهزه متعدد
يعني صار في يعني التهاب بالكبد، الرئتين، الكليتين تماما، الدماغ التهاب شامل بكل الجسم. بالعكس في حالات خطيره بالاطفال، لكن مثل ما ذكرت لك النسب صرنا نشوفها هلا اقل اقل, أقل تماما ما مو مثل قبل مزبوط، لكن وصلوا للحالات الخطيره الاطفال نفس البالغين، وحتى مثل ما ذكرت في وفيات اكيد. يمكن مثل ما قلنا مع بدايه فيروس جائحه فيروس كورونا دائما كنا ننوه وننبه قديش هي الوقايه خير من كثير علاج. عم نشوف الناس كانت بالبدايه عم تلتزم، بتخف شوي بترجع بتلتزم، بس الوقايه لانه لتحافظي على جسمك وعلى عيلتك وعلى محيطك وحتى على اطفالك، العيله بتلعب دور كثير كبير. خلينا دكتوره بالختام نصائح عامه لكل الناس اللي عم يتابعونا لحمايه اطفالهم من هيدا الفيروس، لانه ما في الحياه ما توقف، كلياتنا عم نضطر ننزل على شغلنا، الاطفال اليوم امتحانات ومدارس وعم يكون في اختلاط بشكل كثير كبير. هلا اكيد اللي هن القواعد السلامه العامه، لازم التغسيل، تغسيل الايدين ضروري، خصوصي ننبه على الاولاد بالمدارس، المعقمات موجوده تكون دائما بشنطايه كل طفل، بحيث اذا استصعب انه يدخل الحمام على القليل يكون في كحول، في شيء يغطي موضوع العقامه بالنسبه للايدين، الكمامه ضروري لبسها، خصوصي يعني لما بيصير في تجمعات كبيرة. نحاول قدر الامكان نبتعد عنها، كمان هي احنا دائما بنقولها الابتعاد قدر الامكان عن التجمعات، يعني المولات، الاماكن المزدحمه. انا كمان بنصح بموضوع انه شو بنسميه انه الثقافه الشخصيه، يعني هي كل انسان بيعبر عن نفسه، فكتير حلو وقت اللي نروح بنلاقي انه لابس كمامه، كتير شغله انه يعني مفيده، يعني هو نحن ذكروا قد ما كانت انه هي رقيقه او طبقه واحده، بس هي منعت فعليا تناقل الرذاذ او العطاس سواء للكورونا او حتى فيروسات ثانيه الجريب او اي فيروس ثاني تنفسي بينتقل بنفس الوسيله. فنحن ضروري انه ننتبه لهذا الموضوع، ننبه كثير على الام انه الطفل بس يظهر عليه حراره ما ينبعث على المدرسه، كثير بنحكي لانه في كثير امهات انه في منهم بيعتبروها يعني نوع من انه هي ما بدها تخليه بالبيت، هي مرتبطه بالشغل، بس الالتهاب تماما، ارتفاع الحراره مؤشر لالتهاب، مؤشر لالتهاب تماما. فلبينما بس يرتاح لازم ضروري اللي هو البقاء بالمنزل، مع ظهور اي عارض عند الطفل يبقى بالبيت، كمان منه لسلامته ولسلامه زملائه تماما. فنحن ننتبه لهذا الموضوع، وممكن كمان هو ياثر الكورونا تكون مثل الكبار على الامعاء، ممكن على الرئتين طبعاً، ممكن تاثر على بس هو تعب ووهن بالجسم، يعني لكل حدا حسب مناعته، حسب مناعته حتى الاطفال، يعني حتى في اطفال انذكر انه مثلا انصابوا بعد الاستشفاء بفتره طويله بحاله من عدم التركيز مثلا، يعني حالة تماما تأثر على حالة من الوهن والتعب العام، خمول دائم، فأنه هي بتأثر وبياخذ وقت حسب مثل ما ذكرتي مناعة الشخص. يمكن كثير من الأسئلة اليوم طرحناها دكتورة لكل الاستفسارات اللي بتخطر على بال الأهالي، والموضوع جدا مهم لأنه نحن أمام جائحة هلا سنوات، وعم يكون العلاج ضمن هيدا اللقاح وأهميته، لهيك لازم الكل يروح على المراكز ويتم اخذ اللقاح للحد من هيدا الفيروس. بدي تشكرك الدكتوره رشا داغستاني دكتوره الاطفال على وجودك معنا. اهلا وسهلا، شكرا كثير لك دكتوره رشا.